جدع. لا لا عزيز اللي مش عارف. بالنسبة لنا وبالنسبة قدر أكبر من يومين. البيت الأبيض: بايدن سيكشف عن إجراءات عقابية جديدة ضد روسيا. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في قناتكم كورة شراب. لطفا قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو إلى 9000 لايك. لو بتحب أوكرانيا ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المتعاطفين مع أوكرانيا. ولا تنسوا أن تضغطوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. البيت الأبيض: بايدن سيكشف عن إجراءات عقابية جديدة ضد روسيا. قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيكشف اليوم الجمعة عن إجراءات لمواصلة مساءلة روسيا عن حربها غير المبررة على أوكرانيا. وتناقلت وسائل أعلام أمريكية تسريبات تتعلق بالإجراءات التي سيكشف عنها بايدن، ومن بينها إنهاء العلاقات التجارية مع روسيا. وأقر الكونغرس الأمريكي مساء الخميس ميزانية جديدة للحكومة الفيدرالية تتضمن تمويلاً ضخماً تناهز قيمته 13.6 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا،